كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه يخصها بمزيد اجتهاد عن العشرين الأول، فكان في العشرين الأول يصلي وينام عليه الصلاة والسلام، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر وأيقظ أهله، وكان يجتهد في هذه العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من أيام الشهر، لأنها ختام الشهر، ولأنها أفضل أيام الشهر ولياليه، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها، حتى جاء في الرواية أنه لا يذوق غمضة عليه الصلاة والسلام. وكذلك ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره، لأن المسلم بحاجة إلى مزيد الأعمال الصالحة، لا سيما في هذا الشهر المبارك، لا سيما في هذه العشر المباركة، عشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف فيها صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف معناه لزوم المسجد والخلوة في ناحية من المسجد كان يضرب له الحصير فيعتكف فيه ليخلو بربه ويتفرغ لذكر الله ويترك استقبال الناس ومجالسة الناس لأجل أن يتصل بربه سبحانه وتعالى. فكان يعتكف هذه العشر، وإذا جاءه ما يشغله عن الاعتكاف فيها فإنه يعتكف العشر الأول من شوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، فكان يداوم على هذه العشر بالاعتكاف وبصلاة الليل وبذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن حتى تنتهي هذه العشر، فيخرج من اعتكافه صلى الله عليه وسلم